بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات الرائعة. شوطنا الحادي عشر من أعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالحول في مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين مع هذه التحديات الرائعة. هذه الانطلاقات المتميزة وهذه الشعارات أيضا اللي صالت وجالت في هذا العالم الساحر، وهذه الأسامي أيضا اللي حققت الإنجازات منذ فترة طويلة منذ سن الصغر، وهي تشارك أيضا في هذا العالم الساحر بتحدياتها بإنجازاتها المتميزة. نسير مباشرة بمقدمة هذا الشوط، نلحق بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني صفا من قادة المجموعة بشعار مصبح بن راشد الفتان من انطلق أيضا على مقدمة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، ننطلق مع ثاني التحديات، وأرى التسلل في هذه اللحظات أيضا والقدوم والانطلاق المثير. نتابع 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 المركز الثاني، وأرى التحديات والقدوم من الواعية لسعيد بسيب بن معضد المشغوني، من أعلن أيضا الانطلاق مع المركز الثاني. ثالث التحديات شواهين لعادل بن سالم الحميدي اللي يحافي، ننطلق مع المركز الرابع. أرى التسلل في هذه اللحظات أيضا والقدوم مع المركز الرابع والتحدي. المركز الرابع الظبيل مبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي من ياتي رابعا، ومع المركز الخامس نكمل النداء الاول. أرهني منوه من بدأت تتسلل مع المركز الخامس، وحموده بن غانم بن علي بن حموده الظاهري من يتابع هذا الانطلاق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول وجولتنا الأولى مع الخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن لنعود مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة، وأرى هناك سامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة بعد، ولكن ترقبوها مشاهدينا متابعينا الكرام بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. لنعود مع الصدارة. نتابع نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع صفة، نتابع صفة اللي منطلقة بناموس هذا الشوط في هذا الصفاء المتميز، صفة وبشعار مصبح بن راشد الفتان. من تنطلق بالمقدمة قادة المجموعة، تندفع كعوائدها دائما مع هذه التحديات المثيرة أيضا، صفة وانطلاقتها المتميزة على المقدمة. المركز الثاني أرهني شواهين لعادل بن سالم الحميدي اللي يحافي، ومع المركز الثالث أرى التحديات من منوه لحمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري تأتي أيضا وتنطلق مع المركز الثالث ورابع. التحديات أرى القدوم، أرى التسلل، أرى أيضا التحديات المثيرة، وأرى هني الواعية لسعيد بن سيب بن معضد المشغوني من يتابع انطلاقة الواعية. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك التسلل يا سلام، وأرهني شهرة، أرى شهرة من بدأت تتسلل، من بدأت
بدأت تنطلق مع المركز الرابع في هذه اللحظات. يا سلام، تبحث عن شهرتي هذا الشوط وعن السيارة. وعبد الله بن جعفر بن مرخان من يتابع انطلاقة شهرة مع المركز الرابع. خامس التحديات، القدوم والتسلل من الظبي لمبارك بن قشاطة بن سعيد بن مفتاح الشامسي. ياتي خامسا ايضا، ينطلق مع الظبي مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة في هذا الصباح. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وتحدياتنا مستمرة في هذا الشوط. يا سلام، الأداء رائع، الانطلاق المثير، وصفه. تباعد المسافة منذ البداية. تنطلق أيضا بتحديات هذا الشوط ويا الرشوط منذ البداية صفا، والشعار مصبح بن راشد الفتان أيضا من أعلن انطلاقة صفا على مقدمة هذا الشوط، ومع الكادر العلوي لقناة الريان والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير. يا سلام، صفا على الصدارة، صفا على المقدمة. ننطلق مع المركز الثاني، ننطلق أيضا بتحديات الكبار شواهين وعادل بن سالم الحميدي اليحافي من ينطلق أيضا مع المركز الثاني. ثالث التحديات، أرى القدوم من شهرة لعبد الله بن جعفر بن مرهان الاكتبي. ومع المركز الرابع ننطلق أيضا مع منوة اللي تمني النفس أيضا بانتزاع ناموسي هذا الشوط، وحمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. ومع المركز الخامس التحديات من الظبي لمبارك بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن أرى الأسامي، أرى الشعارات بدت تقترب مشاهدينا متابعينا الكرام، والزحف الزحف الزحف على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، والسيل القادم أيضا من الذلل مع هذه التحديات، مع هذه الشعارات المتميزة. نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع صفا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، صفا على رأس الحربة منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، بشعار مصبح بن راشد الفتان. نعود بالمركز الثاني، نتابع ثاني التحديات، وأرى التسلل مع المركز الثاني. نتابع شهرة لعبد الله بن جعفر بن مرخان الاكتبي. ومع المركز الثالث أرد قدوم أيضا التحديات المثيرة. يا سلام، وأرهني أيضا من الجانب الآخر مع المركز الثالث من الجانب الآخر التحديات أيضا من شواهين لعادل بن سالم الحميد اليحافي. وصلت فن مع المركز الثالث. تنطلق أيضا بتحديات، وهذا الشعار حسب بن محمد بن ثيمة العامري. يا سلام، ينطلق أيضا بهذا التحدي مع المركز الثالث. رابع التحديات، الظبي من الجانب الآخر بشعار سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتمي. تتسلل بأول ندى، تنطلق شعار الزميل ايضا، ينطلق مع هذا التحدي المثير. ومع الظبي مع المركز الرابع، رابع التحديات او المركز الخامس، القدوم والتسلل. ننطلق من الخزنه لمحمد بن خليفه بن زهره الخيلي. تحدياتنا مثيره في هذا الشوط، وصفه تنفرد بناموسي هذا الشوط. يا سلام، الاداء الرائع، الانطلاق المثير، صفا على المقدمة بشعار مصبح بن راشد الفتان. باعدت المسافة منذ البداية صفا على رأس الحربة، ولكن أرى فن تقدم الأداء المتميز.
حسن بن محمد بن حسن بثيمن عامري من يتابع انطلاقة فن مع المركز الثاني. الضبي تنطلق مع المركز الثالث بالشعار سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي والهجوم الهجوم يا سلام. والتحديات مثيرة التحديات رائعة في هذا الشوط وأرى شمعة لهلال بن سالم بن طراف المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع الضبي لسالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. المركز الخامس التحديات من وجود لسعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني ينطلق أيضا مع هذا التحدي المثير والمغادرة المغادرة المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. صفى على الصدارة صفى على المقدمة لمصبح بن راشد الفتان ولكن أرى هنيفا قادمة 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 بكل قوة مع هذا التحدي المثير. وحرك حرك يا أخوي مع الأداء الرائع حرك مع انطلاق فن بشعار حسن بن محمد بن حسن بالثيمة العامري شعار قلب الأسد ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث يا سلام يا سلام يا سلام وجود مع المركز الثالث لسعيد بن مبارك الغيلاني صفى على الصدارة ولكن فن قادمة بكل قوة تنتزع الصدارة تنتزع المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك بارك الله على هذا الأداء المثير اللي تقدمه فن. سلام سلام دولة الإمارات سلام اسعدت صباحا يا هال العين مع الأداء المتميز اللي تقدمه فن. تهانينا تهانينا لحسن بن محمد بن حسن العامري والتهاني أولا لمحمد بن حسن الداعم الرئيسي لهذا الشعار. تهانينا لقلب الأسد مع الأداء المتميز اللي قدمته فن ولحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني شمعة لهلال بن سالم الطراف المنصوري. المركز الثالث ضبية لسعيد لسلطان بن سعيد النعيمي. المركز الرابع التحديات أيضا من صفا المصبح بن راشد الفتان. والمركز الخامس الانطلاق أيضا من شواهين لرغش بن حمد بن خيرات العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى مع تحديات الكبار في هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول فن إلى خط النهاية بأداها المتميز بعرضها الرائع والمثير في هذا الصباح الجميل. 12 دقيقة 42 ثانية 58 جزءا من الثانية. تهانينا لحسن بن محمد حسن بالثيمة العامري واللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول شمعة بشعار هلال بن سالم الطراف المنصوري. 12 دقيقة 45 ثانية 36 جزءا من الثانية. توقيت تهانينا لهلال بن سالم الطراف المنصوري واللي وصلت مع المركز الثالث. الضبية تقطع المسافة و12 دقيقة 46 ثانية و36 جزءا من الثانية. تهانينا لسلطان بن سعيد بن محمد بن سالم النعيمي